متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الثاني من شهر يونيو، شهر 6 شهر حزيران، الذي يعتبر أرصاديا هو من أشهر فصل الصيف، والذي بدأ لاهبا وعلى غير المعتاد في مناطق مختلفة من وسط وشرق المملكة. هذا الأسبوع من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تنشط ما تسمى برياح البوارح، وهي رياح تهب بشكل متكرر في أشهر يونيو ويوليو، أي أشهر 6 و7 من كل عام، تكون اتجاهها في الرياح هذه اتجاه رياح شمالية تهب على المنطقة الشرقية وأحيانا المناطق الوسطى والشمالية الشرقية، تكون محملة بالغبار والأتربة وتكون أيضا ذات درجات حرارة مرتفعة. نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية بيوم الأحد، هذا اليوم الذي يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعيش المملكة به أجواء لاهبة في المناطق الوسطى والشرقية المملكة، درجات حرارة تفوق حاجز 45 درجة مئوية، كما نلاحظ تنبيه من حدة الحرارة المرتفعة في هذه المناطق، 46 في الدمام، 47 في العاصمة الرياض، تصل إلى حدود 50 درجة مئوية في المناطق المكشوفة والصحراوية مثل حفر الباطن الإحساء مثلا، والأجواء لاهبة بشكل لافت، 40 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 38 في تبوك والأجواء حارة، 33 درجة مئوية في جدة، وتقريبا 29 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، مع فرص لزخات رعدية محلية من الأمطار على هذه المرتفعات الجبلية. يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تستمر درجات الحرارة بحاجة تقريبا 47 درجة مئوية مثلا في العاصمة الرياض، والأجواء تصبح مغبرة بعض الشيء، وذلك نتيجة بدء نشاط الرياح، رياح البوارح، 38 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 39 درجة مئوية في تبوك، 34 درجة مئوية في جدة، زخات محلية رعدية من أمطار محتملة في جبال جنوب غرب المملكة مع عظمى 30 درجة مئوية، تكون مثلا في الدمام 41، ولكن نلاحظ أن المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة وبعض المناطق الشرقية معرضة أن تنشط بها الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للغبار، وتتسبب بحدوث موجات غبارية قد تصل أيضا إلى بعض المناطق الجنوبية من المملكة. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تشتد حدة رياح البوارح، كما نلاحظ في المنطقة الشرقية هناك رياح، هي عبارة عن رياح شمالية نشطت السرعة، يصبح الموج أيضا أو البحر مضطرب قبالة سواحل الدمام والمناطق الشرقية ومناطق قريبة من البحرين، والأجواء مغبرة للغاية، تمتد هذه الموجات الغبارية نحو المناطق الجنوبية من المملكة، كذلك ربما تصل العاصمة الرياض، درجات حارة تكون 41 درجة مئوية في الحدود الشمالية وفي الدمام، لكن تصل إلى 46 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 32 درجة مئوية على المرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار، 34 درجة مئوية في جدة و39 درجة مئوية في تبوك شمالا. يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى يستمر وتستمر رياح البوارح بالهبوب بشكل لافت، بل وتنتقل إلى مناطق أكثر وسطى، رياح شمالية نشطة مع هبات قوية مثيرة ومسببة لموجات غبارية تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل مناطق الجبيل والخبر والدمام والإحساء، وأيضا بعض المناطق الجنوبية من المملكة مثل الأجزاء الوسطى، أيضا من العاصمة الرياض، درجات حرارة 46 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 43 درجة مئوية في الدمام، 39 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 37 في تبوك، 34 في جدة، وحوالي 32 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. تستمر رياح البوارح بالهبوب يوم الخميس أيضا، ولكن هذه المرة تصبح الرياح ذات هبات قوية وخطرة بعض الشيء، وبالتالي ينبه دائما في هذه المناطق من شدة سرعة الرياح في تلك المناطق، رياح قوية جدا مغبرة، موجات كثيفة من الرمال محتملة في أغلب المناطق الشرقية من المملكة، تشمل حفر الباطن والدمام والخبر والجبيل والإحساء وأيضا العاصمة الرياض على حد سواء، وربما تصل بعض من موجات الغبار إلى مناطق تصل في سلطنة عمان وأيضا المناطق قريبة من دولة الإمارات. درجة الحرارة تبقى في الرياض 46 درجة مئوية، 43 درجة مئوية في الدمام، 38 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 38 درجة مئوية في تبوك، 35 في جدة، و32 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. نختم هذه النشرة بيوم الجمعة، المتوقع أن ينتقل وتنتقل حسب آخر التوقعات نشاط رياح البوارح أغلبه من المناطق الشرقية للمناطق الوسطى المملكة، وبالتالي موجات كثيفة من الغبار محتملة على القصيم وخاصة الأجزاء الشرقية منها، على عموم العاصمة الرياض وأيضا المناطق الشرقية من المملكة، وتنتقل هذه الأجواء المغبرة أيضا إلى وادي الدواسر والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويستمر النشاط الكبير لسرعة الرياح التي ترفق بهبات قوية.
تترافق هذه الرياح، هذه مرة بسبب كثافة الغبار بتراجع في درجات الحرارة، لكن طبعا التراجع غير محسوس، تنخفض مثلا في العاصمة الرياض من 46 في الأيام السابقة إلى 43 درجة مئوية في يوم الجمعة، 42 في الدمام و39 في المنطقة الشمالية، ولكن تبقى الأجواء حارة ولاهبة إجمالا، 31 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 36 في جدة و39 درجة مئوية في منطقة تبوك. إذن هذه توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. إذن ما يميز هذه الأجواء استمرار الأجواء اللاهبة ودرجات الحرارة الأسخن والأكثر من المعتاد في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وأيضا ما يميزها من جانب آخر هو نشاط الرياح، رياح البوارح، الرياح الشمالية التي تكون نشطة مع هبات قوية مثيرة لموجات الغبار، وتتسبب أيضا أحيانا باضطراب البحر قبالة السواحل الشرقية. كما أيضا هناك معلومة لم أذكرها خلال النشرة، هناك بعض المناطق الغربية من المملكة قد تتعرض لأحيانا نشاط في الرياح الغربية الشرقية التي تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة مثلا في ينبع، ويجدر متابعة تلك التوقعات بشكل يومي. إذن هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.